السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا جدي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ولدي، اقعد. معلش يا جدي، عشان الحق اولع الفول بس. اهو على طول جدي يغير هدومه ويجري على الخدمه في الجامع بعد الفطور. كله في حب اهل البيت يا ام رضا. ربنا يجعلنا ببركاتهم يا ولدي، خد. كل ده يا جدي الحمد لله رزق الخدمه. تعالى هنا يا ولد، وانت كل ما تتلايم على فلوس تجر رزق الخدمه. انت عندك البنك بحاله يما. شفت الواد يا ابوي هيروح يشتري بيها لحمه وفول لاهل البيت. هو ده اللي باقي، اللي يتصرف لله هو اللي باقي. خد الجرجيش دي وحضر السحور. جوجك دي هو فين يا بوجي؟ كاني سامع صوت الطنبيل بتاعه. ووعد مد يدك على الفول، انا هجهزه بنفسي. خليك يا حجي اجهز. واني ليه على رجلي نكش الحنة؟ روحي جهزي السحور. حاضر. حي مالك يا ولدي؟ فيه مفيش حاجة. مفيش حاجة كيف؟ قاعد في الطنبيل من ساعتها استناك تهلي وتدخل ما تهلش، اشوفك كده وتقول ما فيش. ايه في ايه؟ ما فيش يا منحيم، تعبان من الشغل والصيام، قلت اريح شويه في الطنبيل. التعبان يرتاح في مطرحه. تدخل تستحمى وتتسحر وتنام. لا مش هتسحر، تسحرني. ليه يا ولدي قفلنا الشهر؟ معوش شبعان. مالك يا رحيم؟ ماليش يا ام رحيم، قلت لك لا. مش رحيم اللي يرد على امك دي، حد من اخواتك جرى له حاجه؟ لا اخواتي بخير. حد منهم زعلك؟ قال لك كلمه دي ولا دي؟ ما فيش حاجه يا ام رحيم، انا بس عايز اقعد مع روحي حبتين. وانا مش روحك يا ولدي. انت روح الروح يا ام رحيم، عشان كده انا مش عايز ابص في وشك ولا مش مبسوط. مش مبسوط ليه يا ولدي؟ ما تخبرش، المولى هو العالم بالعباد. ابا هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلع وراه. الجراجيش جوه في المشاريع. جراجيش ايه؟ مين له نفسي يبلع لقمه؟ روحي شوفي قرينه ايه. مال ابو وجيه؟ بتساليني؟ روحي ساليه، يمكن يقر لك باللي ما رضيش يقر فيه لامه. راح فين؟ انزل. مش هتغير هدومك؟ لا، حضر السحور معاهم، ما يلزمنيش شيء. ايه بتبصي لي كده ليه؟ روحي هات المبخره والبخور. عين وصبيط يا حبه عيني، رايح يشتري ارض لاخواته في المهندسين، وابوه يقول حكتب له نص اللي املكه. مين يا حاج يكتب له نص اللي يملكه؟ مين يا حاج يكتب لمين؟ جرالي فيه طالع على حام ولا على بارد، لسه محدش عرف وجراله اللي جراله. روح هات المبخره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فين يا حاج؟ انا هنا يا انيسه. خير؟ في ايه؟ ولدك راجع ما تايقش حد يكلمه ولا يحك له على مناخيره. ليه حصل ايه؟ ما رضاش يقول. حد من اخواته زعل ولا قال له؟ لا كلهم موافقين. انا جاي من عند فاطمه وقاعده تدعي له. انا جاي اتحدث معاه. خلاص روح شوف جاري له ايه. همي يا نعم. البخور جاهز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله مش تعرجين. بسم الله الرحيم. عاوز من الفرق مشرف أقل مشرف أسي كنت إذا وقب مشرف أتات وحوكا مشرف حازم زحسن صدق الله العظيم. الحج بنفسه طالع عندي. تنك قاعد، وقفت ليه؟ أقعد كيف يا مرحيم؟ دخلت الحج توقف العالم بحاله. مالك يا رحيم؟ خلاص خفيت لما شفتك. الحج مالك؟ بصدع شوي والتعب حل علي. انا عارف تعبت، ومن حقك انك ترتاح يا ولدي.
رقيتك واسترقيتك من كل عين بصاصة تندب فيها رصاصة. خلاص ارتحت ارتحت يا حجة والله. الحمد لله. أنا جاي لأجل مريحك يا ولدي. امسك يا ولدي. ايه ده يا ابوي؟ افتح واقرا. عقد بيع ابتدائي معناته ايه دي؟ حقك يا ولدي، حق تعبك. انا قلت لك من حقك انك ترتاح. تكتب لي نص الملك هنا وهناك في المنشأة اللي دبقناها انا وانت السنين بحالها، كتف بكتفك يد بيدك. ايوه يا حاج، بس اخواتي اخواتك موافقين وماضيين شهود. وفاطمه لسه مكلمها، وامك كلمت نفيسه. انا ورثك الكبير يا حاج، هم اخواتي الصغيرين شلتهم وشلت الهم معاي. انت ابن 10 سنين، شيل يا رحيم تشيل. لم الباقي من هنا ومن هناك وصرهم ولف بيهم. حاضر يا بوي. تكبر والصرة تكبر وتبقى عربية نزقها في المسكي يد بيدك، وأول ما لمحنا حتة أرض متر في مترين نشتريها، وتلفتنا حوالينا ندور على فلوس ندفع حقها ما لقيناش غير كردان المرحيم. قبل ما أقول لها محتاج خلعته وطلعت تجري وانت وراها بعتوها. فاكر الرحيم؟ فاكر يا ام الرحيم؟ الا فاكره. ايوه فاكره، وفاكره كمان ان بعد كام سنه قعدتني ومليت لي حجري كله رزم فلوس، خدتني من يدي على الصاغه على اكبر محل بيبيع الذهب. هات غوايش والبس يا انيسي، خواتم البسي يا أنيسي، كردان علقي في رقبتك يا أنيسي. جميلك هيفضل في رقبتي العمر كله يا قدم السعد يا وش الهني. وجه وقتك يا ولدي تاخد حقك. لا يا أبوي، ما فيش أخي كبير ياخد تمن مساعدته لإخواته. أخواتك معاهم ما شاء الله شهاداتهم. وأنا معاي إخواتي عمرهم ما يقدروا بيه، ولا انا هعمل فرق بيني وبينهم. عارف